باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن الضوابط التي ينبغي ان تكون في حياه كل انسان. كل حاجه في الدنيا تحتاج الى ضوابط، من غير ضوابط ما تنفعش. زي عربية تمشي من غير فرامل تعمل لها حادثة، لابد توجد فرامل وقت اللزوم يوقف يوقف. أي جهاز يلاقي فيه أون وأوف يروح محرك الأوف تروح واقف، ما يقدرش يخليه ماشي على الأون على طول. أي موتور ليه ضابط يوقفه عند اللزوم، حتى بوتاجاز في البيت ان ما كانش ليه ضابط البيت يتحرق، لابد كل حاجه ليها ضابط. ريموت كنترول تدوس يروح موقف، يشتغل يمشي. ما نقدرش نقول ان الانسان في الدنيا يعيش سائد بلا ضابط، يعني في حاله تسيب بلا ضبط، ما تنفعش. لازم يكون ليه ضبط. حتى الصوت بيكون ليه ضابط يوطوه ويعلوه. كل جهاز في الدنيا كده، كذلك الانسان يحتاج الى ضوابط في حياته. في ضوابط بتكون من الخارج وفي ضوابط بتكون من الداخل. الضوابط اللي من الخارج زي القانون بيضبط، ولابد ان القانون يكون فيه عقوبات عشان تضبط الانسان. لو في قانون بدون عقوبات ولا حد يهمه. في ضوابط من المشرفين، في ضوابط من الرؤساء، في ضوابط من الآباء. العسكرية بالذات فيها ضوابط عشان تبقى هيئة منظمة تمشي بكل ترتيب تؤدي عملها. يقول أول واحد يخش الجيش يعلموه الضبط والربط وحسن الانتظام العسكري. لازم يتعلم الضبط ده، يتعلم ايضا ضبط الخطوة المنظمة المنضبطة. انا في اول مرة دخلت الجيش في 40 يوم الاولانيين علمونا الخطوة المنضبطة، شمال يمين شمال يمين ماشي كده. وبعدين خرجت ماشي في الشارع ماشي مظبوط، لقيت الشخص اللي ماشي جنبي خطوته متبعككه، يسموها كده، فضبطت خطوتي عليه، لقيته لخبطها تاني. قلت الناس المدنيين دول من الصعب الواحد يماشيهم، مفيش حاجة. لازم الواحد يتعلم الانضباط في حياته. في الرهبنة ايضا يتعلم الانضباط. يبقى ماشي ليس حسب هواه، في اب روحي بيربط له حياته في كل شيء. يصوم ازاي، يصلي ازاي، يتعامل مع الناس ازاي، حتى جرس الدير بيضبط له ميعاد الصحو بتاعه ومواعيد الصلاة. الكنيسة علشان تضبط لنا صلواتنا خلت فيه صلاة لباكر للثالثة للسادسة للتاسعة للغروب للنوم إلى آخره، كله منضبط علشان الواحد يصلي كل حاجة في وقتها. يسموه قانون في الرهبنة، يمشي تمام.
الحياة في العالم حتى بتمشي وفق تقاليد معينة. الإنسان بيضبط حياته بالنسبة للتقاليد وللمبادئ وللقيم وللقواعد المرعية. مفروض ان الانسان يضبط نفسه، ان ما كانش يقدر يضبط نفسه غيره هيضبطه غصب عنه. فالافضل ان الانسان ينضبط بارادته من انه يضبط بغير ارادته. لازم على الاقل ياخد بركته. يبقى في انضباط من خارج بواسطة القوانين وبواسطة العقوبات وبواسطة المرشدين. حتى اللي بيضبطوا العساكر يسموهم ضباط عشان بيضبطوهم. طب ومن الداخل؟ ومن الداخل ربنا اوجد الضمير كضابط للإنسان، واوجد العقل كضابط للإنسان، وأوجد الإرادة كضابط للإنسان، وأوجد الخوف كضابط للإنسان. في الأول الإنسان ما كانش يعرف الخوف، لكن لما أخطأ والإرادة بتاعته بقت ممكن تنحرف كان لابد من ضابط الخوف لكي يضبطه. إن ما خافش ممكن يلخبط، ممكن يمشي على كيفه، ممكن يأذي غيره، ممكن يضر نفسه ويضر الناس معاه. فربنا أوجد عامل الخوف، الخوف من الخطية، الخوف من نتائجها، الخوف من انكشافها، الخوف من العقوبة الأبدية، الخوف من العقوبة الأرضية، كله علشان يبقى ضابط للإنسان عشان ما ينحرفش، علشان ما ينحرفش. الإنسان ممكن أن يوجد لنفسه ضابطا داخليا بالحزم. فضيلة الحزم في حياة الإنسان، يكون إنسان حازم، هيعمل كده يعني كده، ما يعملش كده يعني ما يعملش، لا يدلل نفسه وإنما يكون حازما مع نفسه. ممكن أن الإنسان يوجد ضابط لنفسه بالتدريب الروحية والحزم في تنفيذ التدريب الروحي عشان يخلي نفسه تنضبط وتمشي في الطريق الصح. ممكن بالمعاقبة، إنسان يلاقي نفسه بتنحرف وبتغلط يعاقب نفسه. ما هو مش ضروري المجتمع هو اللي يعاقبنا، ممكن الواحد يعاقب نفسه، ممكن يوبخ نفسه. بدل ما تجيله العقوبة من بره أو التوبيخ من بره، هو يوبخ نفسه ويعاقب نفسه لكي ينطبق من الداخل. عشان الإنسان يعيش في حياة منضبطة يغلق أبواب الخطية، يشوف الباب اللي يجيله منه الخطأ يبعد عنه ويكون حازما في هذا الأمر. يدرب نفسه على ضبط النفس، يعني الصوم اللي احنا بنصومه، ما هو الصوم وسيلة من ضبط النفس، ان يقول لا مش واكل من ده وينفذ انه مش واكل، لا ما كلش دلوقتي وينفذ انه ما ياكلش دلوقتي. فبيعلم نفسه ازاي يضبط روحه. لو تركت نفسك على هواها هتضيع روحك. لازم انت تضبط نفسك، تضغط على نفسك، لا تعطيها راحتها في كل ما تريد. تدليل النفس يضيع. عشان تصل الى حياة الانضباط لابد ان تضبط رغباتك وشهواتك، تضبط هواك،
الذي يسلك حسب هواه يضيع نفسه، الذي يعطي نفسه كل ما تريد بيضيع نفسه. عشان كده المسيح قال من يحب نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجل يجدها. يعني يضغط على نفسه وما يعطيهاش كل رغبتها. هو الناس اللي بيضيعوا في العادات الشريرة إن بيعطي نفسه كل ما تهواه. الناس اللي بيصلوا للإدمان بيعطي نفسه كل ما تهواه. فالإنسان لازم يعمل ضوابط لنفسه بأنه يمنع نفسه عن أشياء ويضغط على نفسه بالشكل ده. يضبط رغباته وشهواته فلا يسلك حسب هواه. يضبط أعصابه فما يتنرفز. يضبط لسانه وشفتيه فما يتكلمش كلمة زائدة أو كلمة خارجة أو كلمة جارحة أو كلمة يندم عليها. يضبط فكره. يضبط ايه؟ فكره. فيمنع عقله عن التفكير في اشياء معينة، وان عقله فكر فيها يوقف عقله عن التفكير. يعني في الاول يمنع، يقفل الباب على الاخر، وان دخل فكر يوقفه ويمنعه ويطرده. ده مسألة الضبط. لكن إنسان ماشي في حياته كده سبهللة، دي ما توصلوش أبدا، ما توصلوش أبدا. لا يمكن أن توجد فضيلة إلا بإن الإنسان يضبط نفسه كويس خالص، يضبط حواسه. لا عينه تروح زي ما هو عايز، ولا سمعه يروح زي ما هو عايز، ولا يسمح لنفسه بان حواسه تدخل الى فكره شيء خاطئ. ان كان الانسان يوجد لنفسه ضابط في الكلام فبالاكثر في الكتابة، لان الكتابة وثيقة على الانسان بتتمسك عليه. الكلام ممكن يتنسي لكن الكتابة ما بتتنسيش. فأنت لا تقل كلمة تندم عليها، ولا تكتب شيئا تندم عليه. خلي عندك ضوابط كده. من إن لسانك يجي يتحرك لا، اوزن الكلمة قبليها. وهكذا لما يجي قلمك يتحرك لازم توزن قبليها. ممكن انك انت توجد لنفسك ضوابط من جهة الوقت، لان ياما الانسان بيلاقي الوقت بتاعه بيروح بلا ضابط، وممكن وقته يروح في تافهات، وممكن وقته يروح في اشياء تضره، وممكن وقته يضيع في ثرثرة ملهاش لازمة، وممكن وقته يضيع في كلام كله خطايا. لازم تضبط وقتك وتوزن الوقت. الوقت بتاعك بيروح فين؟ في ناس بيضيعوا كتير من وقتهم في وسائل اللهو والترفيه، وفي ناس بيضيعوا كتير من وقتهم في الكلام، وفي ناس بيضيعوا كتير من وقتهم في الفسح، وفي ناس بيضيعوا كتير من وقتهم في الكلام. ده في ناس يمسكوا التليفون مش عايزين يخلصوا، والمكالمة تحتاج لنص دقيقة تاخد لها ربع ساعة نص ساعة. ده لولا ان الحكومة عاملة ضابط وكل مكالمة لها ثمن كانوا الناس تكلموا بلا ضابط. انا مرة سمعت عن عيال تلامذة بيحلوا لبعضهم المسائل في التليفون، يعني يراجعوا الدروس في التليفونات. طب ودي تاخد وقت قد ايه؟ وتاخد فلوس قد ايه؟ ما يهمش، بلا ضابط، بلا ضابط.
من الأشياء المهمة الضوابط اللازمة للحرية. بيظن الإنسان أن الحرية أن يفعل ما يشاء، لا، الحرية مش معناها أنك تعمل زي ما أنت عايز. ما تقدرش تحط إيدك في جيب اللي جنبك وتقول له أنا حر أحط إيدي مما أنا عايز، لا، أنت مش حر. أنت تستخدم حريتك بحيث أنك أنت لا تضيع حرية غيرك ولا تضيع حقوق غيرك. ما يقدرش واحد يمشي بالنسبة لقواعد المرور غلط ويقول أنا حر أمشي بعربيتي زي ما أنت عايز، لا، ما أنتش حر، في قواعد مرور لازم تحافظ عليه. فأنت لست حرا في أنك أنت تعتدي على حريات غيرك، ولست حرا في أنك تعتدي على حقوق غيرك، ولست حرا في أنك تكسر النظام العام، ولست حرا في أنك تكسر وصايا الله. الحرية أيضا لها ضوابط، ضوابط للحرية. ما تجيش توقف عربيتك قصاد البوابة اللي احنا بنخرج منها ونجي نخرج ما نعرفش وتقول أنا حر أركب عربيتي مما أنا عايز، أو توقف عربيتك بحيث تتعب غيرك اللي عايز يمشي من هنا وهناك مش عارف وتقول أنا حر وقف عربيتي مما أنت عايز. لازم لما تيجي توقف عربيتك تفكر في غيرك، هل الحتة اللي أنا موقف فيها عربيتي دي صح ولا غلط؟ لازم. أما ليه بعد كده بنجيب منادي بتاع عربيات ومنظم نقعد؟ لأن الناس من نفسهم مش عارفين يضبطوا نفسهم، الناس من نفسهم مش عارفين يضبطوا نفسهم. يا ريت الواحد يضبط نفسه من الداخل يبقى كويس. اللي بيضبط نفسه في الحرية ويستخدم الحرية بطريقة منضبطة يبقى إنسان ملتزم، ملتزم بالقواعد بالمبادئ بالقيم بحقوق الآخرين، ده إنسان ماشي تمام. أنا مرة اتكلمت عن الحرية دي وقلت زي النهر وهو ماشي في طريقه له شاطئان، ما يقولش الشاطئين دول بيحدوا حريتي، لا أبدا، دول بينظموا حريته عشان المياه لا تنسكب يمينا وشمالا وتتحول إلى برك ومستنقعات. فشواطئ النهر بتحفظ مياه النهر مش بتحد حرية مياه النهر. صدقوني إن الإنسان لما بيتعود الالتزام والانضباط حتى انضغط على نفسه في الأول بعد كده بتبقى ماشية بالظبط. أنا فاكر أول مرة سافرت فيها إلى النمسا، إلى فيينا في النمسا في أول حوار لاهوتي مع الكاثوليك. جه يوم الحد، ويوم الحد الناس ما بيشتغلوش ابدا، لكن الناس ما بيشتغلوش وفي نفس الوقت بيحبوا يقروا الجرايد ويعرفوا الاخبار. فكان الراجل بتاع الجرايد يجيب ترابيزة ويحط عليها الجرايد والمجلات ويحط علبة عشان الناس يشتري حاجة يحط فيها الفلوس. كل انسان يجي ياخد الجرنان ياخد المجلة ويحط الفلوس مطرح، والراجل يجي اخر النهار يلاقي المجلات اللي خلص منها قد ايه او خلصت كلها والتمن موجود كله اخر غب، ياخد الباقي من المجلات والجرايد وياخد الفلوس ويمشي. مفيش انسان ياخد جرنان او مجلة من غير ما يدفع فلوس، لانه منضبط من الداخل، ضميره ضبطه.
ده لو اخذ من غير ما يدفع فلوس هيحتقر نفسه، واصعب حاجه الانسان انه يحتقر نفسه، يمكن يحتمل احتقار الاخرين، لكن ما فيش واحد يحتمل احتقار نفسه لنفسه. هيرجع ويحطها، والناس اتعودوا هذا الامر، ان يجي ياخد الجرنان ده اللي حط فلوس، مش يجي واحد زي الواد يقش ياخد كل الفلوس ويمشي. لا طبعا الحاجات دي مش موجودة، الناس منضبطين. كمان لاحظت ايضا من جهة قواعد المرور حاجة عجيبة جدا. كنت ساعات اروح لطبيب الاسنان في لوس انجلوس وارجع الساعة 1 بالليل، نيجي نلاقي مثلا في السكة الاشارة الحمراء بتاع المرور، وما فيش ولا انسان ماشي في السكة ولا عربية جاية يمين ولا شمال، ويفضل الواحد واقف احتراما لقاعدة المرور لغاية لما يدوله الجرين لايت ياخد بعضه ماشي. طب ما هي السكة سالكة، معلش السكة سالكة لكن المبادئ مش سالكة، القيم مش سالكة، القوانين مش سالكة. فالإنسان لما يعود نفسه أن يحترم القانون ويحترم القواعد الموجودة ولو في حاجات صغيرة هتبقى مبدأ عنده في حياته. فاكر مرة تانية، ودي كانت في لندن سنة 69، طبعا هناك الطوابير قصاد الاتوبيسات، ما يقدرش واحد يركب غير لما يكون واقف في الطابور، ما فيش واحد يجري ويتشعر يمشي بالطابور. ففي مرة من المرات المرور وقف اتوبيس في حتة، فوقف الاتوبيس، واحد كان موجود في الحتة دي حب يركب، الكومساري قال له لا تروح هناك عند المحطة وتركب في الدور بتاعك، ما تجيش تتشعلق أكمل الأتوبيس وقف في السكة. كل واحد ياخد حقه ولا يعتدي على حق غيره، يمشي في النظام وما يضيعش غيره. دي القواعد اللي الواحد يعود نفسه عليها كيف ينضبط في حياته، لا تترك غيرك يضغط عليك من الخارج لكي تنضبط انت، لازم انت من نفسك تكون منضبط، تطيع الأوامر، تطيع القواعد، تطيع القانون، تطيع النظم، وتبقى ماشي صح. لو ما عملتش كده هيؤمروك غصب عنك. لما انت تنضبط من نفسك تاخد بركة الانضباط، ولما انت غيرك يضبطك هتمشي صح لكن مش هتاخد بركة الصح، لأنك مشيت في الصحة غصب عنك. هذا الانضباط أيضا ممكن يخش في العقيدة وفي اللاهوتيات، لأن في ناس أي فكر عقيدي يجي لهم ينشروه ويعلموه لغيرهم حتى لو كان ضد العقيدة العامة. سالك حسب هواه حتى في اللاهوتيات. طب ما دي اللي جابت الهرطقات للعالم، ان انسان يسلك حسب هواه حتى في اللاهوتيات. الفكر لما يكون جوه ذهنك تبقى انت اللي مسيطر عليه، لما يخرج الفكر من ذهنك الى الناس يبقى الناس هم اللي يسيطروا عليه وعليك، يحكموا على الفكر او يحكموا عليه سواء بالخطأ او الصواب، لانه خرج من عقلك الى الناس. لذلك اذا جالك اي فكر لا تعلم به الا لما تتأكد انه يوافق تعليم الكنيسة وانك لست مبتدعا في هذا الفكر. في ناس يحبوا الحاجات الجديدة ويقولوها حتى لو كان خطأ لكي ينسب إليهم
شيء جديد. لازم الواحد ايضا يكون يضبط نفسه من جهة الكرامة والطموحيات، لان في انسان يحب يرتقي فوق ما ينبغي ويعطي لنفسه كرامة ليست له، او يسلك في علو وفي رفعة ليست له. والكتاب بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. طب الشيطان وقع في الحكاية دي، قال ارفع نفسي فوق كواكب الله اصير مثل العلي. طب واستفاد ايه من الحاجات دي؟ تنفعش. زي واحد يقول انا اصلي علشان ربنا يديني موهبة الالسن. طب هتعمل به ايه يا حبيب الالسن؟ ما في لغات موجودة عامة عايز تبشر بيها بشر بيها. لا، لكن الألسن بتديله كرامة وبتخليه يشعر في نظر الناس كما يدعي البعض انه وصل للملء، ملء الروح القدس، ونتيجة الملء بقى ألسن. نوع من انسان بيرتقي فوق ما ينبغي ويطلب لنفسه كرامة ولا يضبط نفسه في هذا الارتفاع. طب ده في واحد زي القديس بولس كانت بتجيله أحلام ورؤى واستعلانات أكتر من جميع الناس، فقال لألا ارتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. إلى الله تضرعت 3 مرات أم يفارقني؟ قال له لا، تكفيك نعمتي، كفاية خلي عندك الضربة اللي في الجسد دي لألا ترتفع. فبلاش إنسان يحاول أنه يرتفع، لأن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. يضبط نفسه. إذا وجدت إنك أنت أخذت كرامة والكرامة هتتعبك، اضبط نفسك في استخدام الكرامة. لو وجدت إنك خدت سلطة والسلطة هتتعبك، اضبط نفسك تماما في استخدام السلطة لئلا تتعب. حياة الإنسان بالضبط هي حياة انضباط. زي ما سئل البعض عن الفضيلة، قال ان الفضيلة هي وضع متوسط بين تطرفين، تطرف يمين وتطرف شمال، بين افراط وتفريط، وضع متوسط بين افراط وتفريط. فالانسان عليه ان هو يثبت نفسه في كل شيء لئلا يضيع روحه. سواء من ناحية السلبيات في الوقوع في الخطية، أو من ناحية الإيجابيات في الفضائل والروحيات. الإنسان لما يضبط نفسه ويسلك في الضوابط اللازمة، يبتدي يشعر إنه داخل من الباب الضيق. الباب الضيق اللي هو الضغط على النفس. والمسيح قال لابد انك انت تدخل من الباب الضيق. عايز تمشي على مزاجك، اهو ده الباب الواسع اللي يؤدي للهلاك، وكثيرون دخلوا منه وهلكوا. لكن ادخل من الباب الضيق بحيث انك انت تؤدب نفسك قبل ان يؤدبك المجتمع، وتعاقب نفسك قبل ان يعاقبك الغير، وتسلك سلوك مظبوط في كل ناحية من النواحي. في انسان ما بيوبخش نفسه، يجي غيره يوبخه. زي داود النبي حينما اراد ان ينتقم من نابال الكرملي
ضميره ما وبخوش من جوه، بل بالعكس اتنرفز وقال يا يصنع بي الله ويزيد ان كنت اترك له الى الصباح باقي البحار. يلا يا انت وهو كل واحد يحمل سلاحه وعلى نبات. داود ما قدرش يضبط نفسه، ضبطته ابي جيل، جات له وقالت له الكلام اللي عرف يوضبه تماما بادب بذوق، لكن قالت له لا دي هتصبح عثرة ليك في حياتك انك انت انتقمت لنفسك. ولذلك داود قال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك، لانك منعتيني عن اتيان الدماء وعن انتقام يدي لنفسي. وفي واحد يجي يمشي في الخطية وضميره ما يوقفوش، فيوقفه شخص اخر يوقفه عند حد يقول له بس ما تزودهاش اكتر من كده. ليه؟ قالوا الانضباط من بره، من مقاومة غيره له او من توبيخ غيره له او من معاقبة غيره له. لحد كده وتقف. طب ليه انت من نفسك ما وقفتش لحد كده؟ عايزين الانسان يقيم ضوابط لنفسه من غير ان تأتيه من قوة خارجية غصب عنه. في واحد لا يقيم ضوابط لنفسه، فأب الاعتراف يعطيه هذه الضوابط. قلت لكم في الاول ان ربنا اوجد للانسان ضوابط هي العقل والضمير والارادة والخوف. طب في انسان ما بيستخدمش عقله او بيستخدمه بطريقة خاطئة، وما بيستخدمش ضميره او بيستخدمه بطريقة خاطئة، ومن جهة الخوف عنده استهتار وما بيهموش، ده ممكن ربنا يسمح له بانه يقع وقعة جديدة ويتعب في حياته لغاية لما يروق لنفسه ويقول لا مفروض ان انا امشي بطريقة غير كده. هذا الفرق بين الانسان البار والانسان الخاطئ. الانسان البار بيقيم ضوابط نفسه، زي يوسف الصديق مثلا، جات المرأة عرضت عليه الخطية قال لها لا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ عنده مبادئ، عنده قيم، عنده اخلاقيات واقفه قصاده. بقى الضوابط، الانسان اللي عنده قيم في حياته يبقى عنده ضوابط في حياته. يعني واحد يشتمه ادبه الداخلي يمنعه انه يرد الشتيمة بشتيمة، مش مجرد وصية، بقت طبيعة عنده من كثرة سلوكه في هذه الضوابط، اصبحت عادات او طبائع عنده. نكتفي بكده، تفضل.